ليش ما عم تصدقيني يا هنا؟ والله انا بحبك. يوه وانا شو؟ انا كمان بحبك وكثير كثير كمان. الله وكيلك هلا اذا بشوفني ابي ليشخطني على البلوحه، وكل هذا عم بعمله كرمالك. ان شاء الله ان شاء الله كل شيء بيصير. مصطفى وبعدين بقى، امتى رح تجي تخطبني؟ يوه شو بنا مصطفى؟ مو اذا انا بطلع بشوفك وبلاقيك هذا بيعني انه انا بنت قليله التربايه؟ لا بنوب بنوب. انا بس لاني بحبك بطلع بشوفك. يا حبيبتي والله انا بحبك، بس المشكله انه ماني حاطط قصه الخطبه براسي هلا. شو هاد؟ مانك حاطط قصه الخطبه براسك؟ لكن قاعد عم تتمقطع فيني شمال ويمين؟ بسيطه يا مصطفى، خلقتك ما عاد بدي اشوفك، خلقتك ما عاد بدي اشوفك. هنا وين رايحه؟ هنا هنا ما عاد بدي اشوفك. كمان افتح الباب. لك انا بس بدي افهم، انت ما بتخافي حدا يشوفك من الجيران وانت واقفه مع مصطفى؟ لك تركيني من شان الله، والله مهزوز بدني. خير خير، شو صاير؟ شو صاير؟ قال هو هلا مانو مفكر بالخطبه؟ قلت لك من الاول عم يتسلى، ما صدقتيني. اي لا ما عم يتسلى، وانا بعرف انه مصطفى بيحبني ورايدني. لك لو بحبك عن جد ما كان شافك على البواب والاساطيح. لك اسمعي مني، لك كان بعت امه خطبك. ايه طيب بركض، هو عن جد مانو جاهز؟ مو جاهز؟ يخزي العين، ابو ورته قهوه بكامله ورازقه من غامض علمه، بتقولي لي مو جاهز وهاد كله شيلي على جنب، وحيد لاهله حبيبتي، بيت سياح نياح، وامه امه مصبحة حماسه، بقى تعي قولي لي القصه شو بدها جاهزيه؟ ما بعرف ما بعرف. اسمعي مني، اتركيه واحطي له، ما بدك اياه، ما بيتامن، اسمعي مني انا. تشربي قهوه؟ بشرب. قولي على قعدتك شو جنبة، يضرب الحب شو بيزل. كريتو ألف صحة وهنا يا مو، مع قلبك شر. على قلبك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني، وشوف أولادك عم يبروك مثل ما عم بتبرني. إن شاء الله يا مو إن شاء الله. يا ابني كل مرة بتقلي إن شاء الله، إمتى بدك تحقق لي حلمي بقى وشوفك عريس؟ يا ماما مو وقته هذا الكلام، أنا هذا اللي بيهمني إنه أنت تكوني بخير وصحة وهنا. يا ابني ما ضل من العمر كتير، لإمتى بدك تضل قاعد عم تخدمني؟ من حقك بقى تتجوز وتعمل عيلة. يا ماما بوس إيدك، كل مرة بدك تفتحي لي هي السيرة سكري عليها خلاص. بس يا مصطفى. يا ماما بوس إيدك لبقى تجيبي لي هالسيرة. بس يا مصطفى. يا ماما أنا مستحيل جيب مرة على هذا البيت وانبسط بحياتي وأنت تعبانة. بعدين أنا شو بيضمن لي إنه المرأة اللي بدي جيبها تكون منيحة وبتحبي؟ بنات الحلال كتار وكل العالم خير وبركة. الله يخلي لي إياك يا ما ويطول لي بعمري. بعدين بكره أنت بس تصحي وتقومي بخير وسلامة بتروحي بتنقي لي البنت اللي بدك إياها ولعيونك كل شيء بيصير. الله يرضى عليك. خلي لي إياك ويطول لي بعمرك يا رب. تفضل ابي. الله يسلمك. وهي اطيب فنجان قهوه. جرب. بدي احكي معك كلمتين. قل لي ابي شو في؟ بصراحة يا ابي اليوم كنت بالقهوة وجا شب وطلب ايدك مني. وانا ما رضيت اعطيه كلمة لحتى اسمع رأيك. وانا بصراحة شايف هذا الشاب ادمي ومعدل وزقر. بقى شو قلتي؟ يا ابي شور شورك والرأي رأيك. يعني أعطيه كلمة إنك أنت موافقة؟ أي يا أبي، أي موافقة. أنا من إيدك هي لإيدك هي. الله يرضى عليك الدنيا وآخرة. والله أنت بحياتك ما عزبتيني. إن شاء الله خير. لكن يا أبي أنا تربايتك. الله يرضى عليك يا أبي، الله يرضى عليك. لك يا حنان ليش ما عم تفهمي علي؟ هنا ما عاد عم ترد علي وبطلت تشوفني، بدي اعرف شو صار معها. الحق معها، بعدين انت حدا بيجي لعند منا وبيقول لها انه مو مفكر بالخطبه. طيب هي على شو استعجلت كمان؟ سمعت البنت هي كل قيمتها بهالدنيا، بقى لا تلف وتدور. بس والله انا بحبها. والله لو كنت بتحبها عن جد كنت رحت وخطبتها. لأيمت بدها تضل عم تستناك يعني؟ هنا بنت ما بتتعوض، فكر فيها. ايه لك يا حنان، لك يا حنان، لك ليش ما حدا عم يفهم عليكي؟ ليش؟ لك من شان الله فهميني، شلون مو جاهز؟
والله أنا حكيت لك اللي صار معي بالحرف الواحد. طب هو ما جاب لك ما لمح لك سيرة خطبة جازة هيك شيء؟ لا، وبيني وبيني ما جاب سيرة الموضوع بنوب بنوب. لك شو عم تحكي؟ أنت شو عم تحكي؟ لك مين هذا العريس اللي وافقت عليه؟ أنا عريس؟ لك امبارح أبي إجا لعندي وقال لي إنه في عريس تقدم لي لما كان بالقهوة. أم أنا ربطت القصص ببعض فكرت إنه مصطفى، قلت الحمد لله تلحلع على دمه وطلبني. لك يا جدبة لو كان مصطفى كان أكيد خبرني. بعدين انتي ما بتسألي ابوكي عن اسم العريس؟ لك ما خطر ببالي، هو بس جاب لي سيرة القهوة، انا فكرت انه مصطفى. يا خوف يكون اللي ببالي صحيح، يا خوف يكون متقدم لك حدا غيره. يا ربي دخيلك شو رح ساوي؟ شو رح ساوي؟ بوس ايدك ساعديني. اسمعي، هلا بس يصق ابوكي، بتسأليه عن اسم العريس، فهماني؟ اسأله عن اسم العريس؟ ولك يا تقبريني عم قلك اني انا قلت له موافقة. شو يعني؟ بتقولي له انك مو موافقة، شو صار؟ خربت الدنيا مثلا؟ بعدين ليكي خليني انا قوم احسن ما اتعوق. لك شو تقومي ما تقومي؟ بوس ايدك ساعديني، بدي اياك تروحي لعند مصطفى وتقولي له انه انا لازم اشوفه ضروري ضروري، لو لاخر مرة. بوس ايدك ساعديني. طيب ماشي، امري لله. هذا الشاب اسمه حازم، شاب قبضاي ومعدل وزقرد. مطلق مرته من جديد لأنه ما عم تسمع له كلام، ولا عنده ولد ولا عنده ثلاث. بقى شو قلتي؟ ومتجوز كمان يا أبي، متجوز. لك شو متجوز؟ عم نقول لك ومطلق، صرنا ساعة عم نحكي. يا أبي أنا ما بدي هذا العريس. شو تفضلتي وحكيتي؟ ما عم اسمعك. يا أبي أنت بس حكيت لي السيرة وإنه هو متجوز، قصدي مطلق، أنا ما عاد درت تحت ابنه ابنه. لك شو بدك تطلعيني بالخجلة أنتِ؟ يا أبي أنت قلت لي إسا ما رديت له خبر للزلمة. حسبي الله ونعم الوكيل، يوم أنا موعده بالقهوة مشان أعطيه خبر أنك أنت موافقة، سألتك وأنت قلتي لي إيه؟ يا أبي مشان الله، قلوا البنت ما خرج جواز هلا. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يخجلك، الله يخجلك. يا أبي شو رأيك بالأبي من تحت إيدي؟ ما بدي أتسمم. مصطفى عم قل لك انه جاييني عريس، ليش ما عم تفهم علي؟ وان شاء الله انت بدك توافقي. لا يو، شو وافق موافق؟ انت بتعرف انه انا بحبك وكثير كمان، بس عم بحكي هيك مشان اشوف امتى بدك تتلحلح وتجي تخطبني. مصطفى انا رفضت العريس وتحججت انه هو مطلق، اذا اجاني حدا ثاني بشو بدي اتحجج؟ لك يا هنا والله انا بحبك، بس هذا مو معناته انه نتجوز هلا. بلا شو؟ ما بدك هلا؟ شو عليك تستنى 10 سنين؟ انت ليش ما عم تفهمي علي؟ ليش يا مصطفى؟ يا واطي شو عم تعمل هون؟ لا انا بورجيك. ليه؟ وليش؟ لك يا كلب يا نادل، وانا لك على اساس ادم يا ادم، على اساس ادم شو عم تعمل؟ عم تدفع شقي شقيك ما بدك يا لحاجه. ارفوتي يا فتاح يا عليم. خير شبكي؟ اسمعوا لي، انا صار لي اسبوع متحملك. ليش هالنكات؟ ليش هالخلقه المقلوبه؟ انا ما عندي دقن مشطه. ليش انت من قرب منك؟ شو حكيتها؟ لانك ما بتفهمي بالذوق. انا تجوزت مشان اشوف وش بشوش بالبيت، مشان وحده تضحك لي تسمعني كلمتين حلوين، مو تقعد تنكد علي كل الوقت. لك كان في عريس، في عريس اللي بيضرب عروسته بليله الدخله. ايه انا بدي اقطع راس لطنا اول ليله. لك شيل ايدك عني، انا هلا عرفت مرتك ليش طلقتك، لانك واحد ظالم وقاسي. خرسوا ليش شكله صار ناقصك بدل على الصبح. لك خلاص خلاص، لك رجولي مو بالضرب يا فندي، مو بالضرب. لا انت صار ناقصك ترباية. لك بعد ايدك عني، ان شاء الله بعد ايدك عني. لك طيب افتحي الباب. الله وكيلك ماني قادرة افتح الباب، حابسني مثل الزليلة. الله لا يوفقه، وصلت معه لهون لأنه يضربك. وأكثر من هيك، لك جسمي كله صار أزرق، كل يوم قتلة. يا الله يا ربي دخيلك، ليكي ليكون السبب من مصطفى. ولك لا لا،
هذيك القصة ماتت وانتهت. الله وكيلك لو كان منيح معي كنت بداري برموش عيوني، بس هو كتير حقير معي والله العظيم. روح أقتل عليكي يا رفيق. معقول؟ من شان الله، من شان الله ببوس ايدك روحي لعند ابي قولي له يخلصني، من شان الله قولي لابي بس يطلقني منه، بصير خدامي تحت رجلي، ببوس ايدك. ماشي 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 خلصي. امانه لا تطولي. جوزها وبيمون عليها، شو عمل لها يعني؟ له يا عمي ابو الهنا له، هي بنتك حبيبه قلبك، بيهون عليك كل يوم والتاني تاكل قتلي بسبب وبدون سبب. بعدين يا عمي انت بتعرف هنا قديش قلبها طيب وقديش حنونه، وبتعرف قديش بتحبك. بهالدرجة عم يضربها؟ رح يخلص عليها بليلة ما فيها ضو قمر. ماشي بنتي، احملي حالك وروحي عيد. روحي على بيتكم وانا بتصرف. ليك الكلب ليك، انا برجيك. يا مو ليش نايمه هلا؟ يا مو يا مو يا مو يا مو يا مو ردي علي. يا مو يا مو يا مو بوس ايدك. يا مو بوس ايدك. يا مو لا تروح اتركني. يا مو يا مو انا ما لي غيرك بهالدنيا. يا مو رضاي عليك لا تروح تتركيني. يا مو يا مو يا مو يا مو يا مو بوس ايدك. يا مو يا مو بوس ايدك لا تروح تتركيني. يا مو انا ما لي غيرك. يا مو يا مو هلا ولي هلا تعالي هون ولي. خير ابن عمي؟ شو حكي لابوك ولي؟ لك ما حكيت شيء. شو ما حكيت شيء؟ لك من وين دري؟ من شوي كان عندي بنت كان خبرني. لك ما شفته لابي؟ ما شفته، بدي اشوفه. لك من وين دري؟ اني عم طلبك. لك ليش هيك عم تعمل معي يا رجال؟ ليش؟ لانك واحده قليله الترباية وانا بدي ربيك. وانا بدي ربيك. وانا بدي ربيك. اتركني بقى، اتركني خلاص، حرام تضربني. يا ولي عمي بتقول لبنتك تنضب وترجع معي على بيتها احسن لها. بنتي مالها رجال عندك على البيت. ايه مو على كيفك، مو على كيفها. واذا بتطلع برا باب البيت من غير اذني بكسر لها رجلها. اسمع ولا اذا ما حدا بربيك انا بربيك. ها انا بنتي تعبت عليها مو مشان حضرتك تجي تضربها وتظلمها. اسمع هلا بترمي عليها الطلاق واجرك فوق رقبتك. ايه وليش لا؟ وهلا كمان ارمي. اسمع يا بنت الناس، انت طالع 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 درفي سد ما يرد. عمي انا بعرف اني غلطت، انا كنت شوفها لهنا من ورا الباب لاني بحبها ورايدها بدي اتزوجها، بس يا عمي والله ما كان الي قلب افرح امي مصبحه ماسي. بس امي هلا الله يرحمها. عمي ابو الهنا انا بطلب ايد بنتك على سنه الله ورسوله، وباذن الله بس تنتهي عده الطلاق نكتب الكتاب ووعد مني لحتى بين عيوني، واللي بيصير عليها بيصير علي. خلينا نسالها للبنت اول شيء، وثاني شيء بس نخلص العده نكتب الكتاب. طبعا بعد موافقه البنت. قول يا رب. ان شاء الله عمي. الله يخلي لنا اياك يا رب. والله ماني عرفانه شو بدي اقول لك يا ام وجدي. طولت سفره ابو العز على اساس راح اسطنبول شهر واحد، هلا صار له شهرين وماني عرفانه كيف بدي انوصل فيه واطمن عليه. لك والله قلقانه. طولي بالك تقبريني وخلي عينك بعين رب العالمين، وان شاء الله ما بيجيكي الا الاخبار الحلوه عنه. اللي زاد قلقي شفته بالمنام تعبان مهموم ما بعرف شو.
قربت لعنده بدي حاكي واسأله عن حاله. قام ابتسم لي ودار ظهره ومشي. فقت من نومي مرعوبة وخايفة يا أم وجدي. خير الله ما جعله خير. انتي لأنك عم تفكري فيه كتير فطبيعي تشوفيه ببنامك. يعني انتي بس عليكي بالدعاء وتكتري الصلوات وإن شاء الله رب العالمين بيرد لك يا سالم غانم يا حبيبتي. يعني انتي السفرات البعيدة ما بتعرفي شو ممكن يصير فيها. بجوز اجته شغلة خلته يتأخر. بس خلي أملك بالله كبير. والله هالأبو العز ما بيستاهل إلا كل خير. أفضاله على كل حال. يا رب يا رب بتردوا سالم غانم. يا رب يا رب. ألف الحمد لله على السلامة. نورت الشام والله. والله لولا العيب والحياة لزلغت وسمع الناس كلها. تعرف يا أبو العز أنا بغيابك كنت يتيمة ومكسورة ومالي حدا. ما كنت بعرف إنه أنا متعلقة فيك كل هالقد. أم العز لا تتعلقي فيه بنوب لأنه ما بتعرفي شو بيصير. ليش هيك عم تحكي؟ شو بده يصير يعني؟ الدنيا غدارة يا أم العز. يمكن كل شي نحبه نفقده بلحظة. أحكي لك شو صار معي. وقت اللي كنت باسطنبول صار معي وجع فظيع ببطني. رحت على الخستخانة فحصوني الأطباء. قالوا لي معك شي خطير كتير ببطنك ولازم نستأصله. ونسبة نجاح العملية ضعيفة كتير كتير. آخ يا أم العز خفت موت هنيك وما حدا يدرى فيه ولا حدا يترحم علي. بتعرف يا عقيد ثبت انه المصاري والذهب والاملاك والعقارات كلها ما بتسوى شيء قدام المرض. انا معي مصاري كثير وانت بتعرف يا عقيد بس المصاري ما فادتني بالشفاء بنوب. عقيد لك انا معي مصاري لك معي مصاري بتخليني اشتري اغلى دواء بالعالم بس ما في شيء عم يفيدني. آخ يا عقيد الموت وقت اللي بيجي ما بيعرف فقير ولا بيعرف غني ولا بيعرف كبير ولا بيعرف صغير. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله اللي صار معك يا أبو العز ما بيخطر لا على البال ولا على الخاطر. يشهد الله أنك أنت ما بتستاهل إلك الخير. عقيد أنا جاي لعندك لقلك إنه أنا مسافر على اسطنبول مشان أعمل العملية ونسبة نجاح العملية كتير صغيرة فما بعرف شو بصير معي يا عقيد. لذلك قررت إنه أعطي كل محتاج سر الدهب بركي بيضعي لي بالشفاء وإذا متت بيترحم علي. وحيد الله أبو العز. وحيد الله ولا تحكي هيك. الله يردك لأهل حارتك سالم غانم. أنت بحياتك ما قصرت مع حدا. روح روح الله يضرك بجاه الحبيب المصطفى. آمين يا رب العالمين. في شغلة تانية عقيد أنا قررت أعمل صدقة جارية لأهل الحارة. يعني أي مشروع يفيد الحارة يفيد المحتاجين أنا جاهز. بس قل لي برأيك يعني شو أعمل؟ والله يا أبو العز بهذا الموضوع أنا ما فيني أعطيك جواب عن حالي. بدك تعطيني يومين ثلاثة لأشوف رجال الحارة لأشوف على الأقلية شو ناقصهم مشان خبرك. مشي يا عقيد مشي. الله يشفيك ويعافيك بجاه الحبيب المصطفى. اسمع مني يا أبو العز أهل الحارة
عم يعانوا من قلة المي. أنا برأيي إنك تعمل سبيل، هيك بتشرب منه كل أهل الحارة وبيدعوا لك بالشفاء العاجل والرجعة بالسلامة. بعدين تعال لك، هي هي صدق الجارية. اوعى يا ابو العز، اوعى تصدق كلام المختار. هذا المختار عم بيفكر بمصلحته بس، ما عم بيفكر بمصلحة الحارة واهل الحارة. اكيد هلا جاي مشان يقنعك انك تفتح سبيل قدام بيته. مشان شو؟ مشان يرتاح هو وعياله من زق المي من اخر الحارة. يا ابو العز، الحارة مليانة مرضى وما عم بيلاقوا بجيبتهم متليك يشتروا الدواء أو يشتروا العشبة اللي بدهم ياخدوها. فأنا برأيي تشتيلن هاي العشبة والدواء وتوزعوا، هاي بتكون صدقة جارية ليوم الدين. لك يا أم العز، الحارة مو بحاجة لا سبيل ولا أدوية ولا جامع. هي الحارة في آلاف الناس جوعانين محتاجين مذلولين فقرة، ما معهم كسرة الخبز حتى ياكلوها. لك ولادهم عم يشتهوا باليوم ألف شغلة ما عم يقدروا يلبوهن. مشان الله يا أم العز وصلي هالحكي لأبو العز، والله يجزيكم على فعل الخير دايما. وهدول الناس المحتاجين هن اللي بيستاهلوا الصدقة، يعني الدعوة منهم عند رب العالمين ما بترد، والله يقدم الخير لأهل الحارة كلها. تفضلوا تفضلوا. الله يسعدك. يلا يا عميد، أهلا وسهلا بأبو العز. أهلين بالعقيد. يا عميد، أهلا وسهلا بكبارية الحارة. أهلين أهلين فيك يا عقيد. الله يديم أهلتك. شو أبو العز، شو قررت تعمل مشان صدقة الجارية بالحارة؟ أكيد أكيد قرر يعمل سبيل يا زعيم، ما هيك أبو العز؟ ما صدقت يا مختار، ما صدقت. أبو العز أوعى وأفهم من هيك بكتير، قرر يشتري أدوية ويوزع لكل أهل الحارة صدقة عنه. هلأ قبل شوي شفته لشيخ الجامع وطلب مني إلك أنك ترمم المسجد، شو رأيك؟ الصدقة الجارية اللي قررت أعملها أني أعطي كل عيلة محتاجة رطل رحم كل أسبوع، مو بس هيك، الخضرة والفواكه كمان، وكل عاجز وكل أرملة رح خصص له الراتب شهري. وباعتبار ما عندي أولاد، مرتي رح تقوم بهالمهمة. هيك الناس بتدعي لي من قلبها، لأنه الصدقة رح تروح لكل محتاج حقيقي. الله يديم عزك يا أبو العز، اسم على مسمى والله، من يوم يومك الكبير بيضل كبير. انت يا حلمة يا حلمة يا حلمة، شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ شو عم تقصفي؟ شو بدي على البستان انت؟ طول بالك يا أخي طول بالك. هي مو أرضه لأبو العز؟ مبلا أرضه لأبو العز، ليش فايتي عم تسرقي منه؟ والله انا مالي حرمية. طول بالك يا اخي، ابو العز بعتني لحتى اخذ الخضره اللي بدي اياها. مستأكدة انت؟ ايه متأكدة، وفيك تسأله اذا بدها. ايه اذا ابو العز هيك، ابو العز شنه كريم كثير. روحي اطفي شو ما بدك اطفي، قولي يلا. كتر خيرك اخي. اهلي اهلي، الله يجزيك الخير يا ابو العز، الله يجزيك الخير. ما عم صدق انه ما في شيء. لك الحكمة، الحكمة استغربوا شلون ما عاد في شيء وانا ما عاد بحاجة لعملية. اخ، الشفاء من رب العالمين ومن دعوات الناس المحتاجين. الصدقة، الصدقة يا ام العز هي كل شيء، هي الشفاء وهي الخير وهي الروح وهي نقاوة الروح. الحمد لله
اللي بيعمل خير بيلاقي الخير، واللي بيعمل شر بيلاقي الشر، والحمد لله أنا ما عملت غير الخير. ان شاء الله ما بدي اسمعك، اقسم بالله اذا بشوفك بعد بالباب لك اسل لك وجهك. والله العظيم ما بدي اسمعك مع اختي. ليش؟ اختك احسن ما كومك انت ويافا بعض. ما انا بدي كومك يا الله. اقعد على رجلك. اقعد واد. لك شو عم بصير هون؟ خلي ضب اخته. والله العظيم مظلومه يا مختار، والله العظيم مظلومه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امشوا قدامي لشوف، امشوا قدامي لشوف. ولا فهميني سميه شو صاير؟ مصيبه كبيره، مصيبه كبيره وقعت راسي. بس انا لي اي ذنب فيها؟ ولك احكي شو صار، احكي. نزلوا اثنين زعلان على البيت. شو؟ لا تقولي لي اذوكي. اعتدوا علي. ولي على عبدي، ولي على عبدي. الله اكبر. ولي على عبدي. ولك مين هن؟ مين هدول؟ والله لا عارفهم، يشرب من دمهم. والله قولي على ابدي، قولي على ابدي عليك يا ابي، قولي على ابدي عليك يا ابي. انت ظلمتها بزياده. وشو بعرفني اذا كانت عم تحكي الحقيقه لما عم تكذب؟ لما طلعت لي بهالقصه مشان تغطي على بلاويها. لك خلاص وزدت حلق. امرك امرك مختار. لبين ما الله يلهمنا ونعرف مين اللي عامل العملة هي، لا بتقرب على سعيد ولا بتقرش بنوب. عم تفهم؟ منت علينا مختار، منت علينا. خاطرك. الله معك، مع السلامة. سعدو. وين مختار؟ بتروح بتناديلي لحارس الحارة يجي لعندي لهون على الحارة. أمرك مختار. الحق عليك من الأول، ليش سكتتي؟ كان لازم تقلينا أنه جوزك طول الليل ما بيجي على البيت. مو أنتوا عودتوني أرضى بكل شي بيعمله جوزي وما أطلع بكلمة لبرا؟ لك يا بنتي، لو قلتينا ما كان صار اللي صار. اسمعي، ليكون جوزك متجوز عليكي. ما بعرف أمي، ما بعرف. المهم مشان الله يا أمي، مشان الله لا تخلي أخي يتعلق مع جابر، مشان الله. يا الله يا ماما، الله. اكيد ما بتعرفوا انا ليش بعت وراكم. انا بعرف ليش بعت ورانا يا مختار. ليش؟ اكيد هذا الواطي نزير اشتكى لك اني انا سارقه، بس يشهد ربي الي حق عنده. اول شغله بتطلع 60 واطي ولا، وثاني شغله لا سرقتني وانت واحد كذاب وما بدك مني ولا ليره. انت الكذاب ويشهد ربي الي حق عنده. شو حقك يا حمدي؟ انا مدينه مصاري، كل ما طالبه فيهم بيتبلى. مختار، الله وكيلك كذاب ولا تصدقه، هذا الزلمه واحد حرامي. خلصنا. انا اللي بدي منه مصاري. ولا انت الكذاب. خلصنا انت وياه. انا مو مشان هيك بعت وراكم. لكن مشان شو يا مختار؟ شو كنتوا عم تعملوا امبارح بالليل بالحاره؟ اي حاره مختار؟ مو نحن. مين لك قال؟ شو بيعرفني مين مختار؟ بعدين انا وحمدي صرنا شهر ما بنحكي مع بعض، ولا شفته ولا شافني. ايه مضبوط مختار، انا وياه ما بنحكي مع بعض، لاني طايقه. بس حارس الحاره مو هيك قال؟ قال شافكم راكدين وكانكم هربانين من العمله عاملينها. شو هالحكي؟ وشو العمله اللي بدنا نعملها؟ انا اللي عم بسألك. ما بنعرف، مو نحن الله وكيلك، مو نحن، مو لنعرف شو هي العمله بالاول يا مختار، شو هالحكي ها؟ اسمع انت وياه، مو انتوا اللي اعتديتوا على الحرب المسوره؟ اعوذ بالله مختار، شو هالحكي؟ نحن ما بنعمل هيك قصه بالمره. اسمع على هالسمعة، واهل الحاره هن عرضنا وشرفنا يا مختار. مختار مين عمل العمله؟ ابصر مختار، شي واحد ابن حرام الله لا يوفقه على العمله. مو انتوا يعني؟
لا مختار، أعوذ بالله، نحن ما بنعمل هيك قصص بالمرة. وحط رجليك وإيديك بمي باردة، أهل حارتنا وعرضنا بنحطهم على راسنا وبعيوننا التنتين. واسمع حمدي، هاي القصة ما رح تنسينيك بالمرة. ها المصاري بدك ترجعهم، وبمعيتك مختار أنت اللي بدك ترجع لي إياهم. يلا عن إذنك، السلام عليكم. قسما بالله العظيم، إذا كنتوا أنتوا عاملينها لحسبكم حساب عصير، ما تنسوا كل عمركم وحياتكم. نلع عمل لك مختار، مو نحنا نلع راح نلع. بتضل ضايج علي، هديلي راسي شوي. لك شو ما بدك يعني ضوج؟ لك بدك تجنني انت؟ لك انت رح تروحنا؟ لك طبل لسانك وفهم بقى. لك حمدي لسه خايف وما بعرف شو. اسمع حمدي، افهم علي منيحة وشغل لي مخك، الله يوفقك، واي شيء بدك تعمله بتقول لي اياه لالي، فهمت؟ ولا تفكر حالك فهمان او تتذاكى انك تروح تشتغل من وراي منشان انه تلبسني الي القصص وانت تنفذ فيها. لا اصحى، بتكون غلطان حمدي، يعني انه انا اول عصاية بدي اكلها رح اجيبه لاسمك. فهمت علي؟ بقى ضبه للسانك وخلصني. ها تركني بحالي، يستر على عرضك، اصلا انا رح امسك قبلك. انت شو انت؟ يا ربي دخيلك، لك هذا الزلمه بده يجنني، لك فتح لي اياه لمخك، لك حاجه فاول علينا حاجه. لك شو فاول عليك؟ بس يا انه نسيت خنجري ببيت الحرمين، مكتوب عليه اسم ديب، ابي كان بده يسميني ديب لو ما غضب جدي عليه وقال له سميه حمدي، والله لا يخرب بيتي والله. لك وين صوتك؟ الله لا يوفقك، بدك تفضحنا؟ شو السيره يعني؟ هاي السيره ما حدا بيعرفها غير انت، يعني ما حدا بيعرفها من اهل الحاره كلياتهم. بعدين الزلمه اللي حفر لك اسمك على الخنجر اندفس ومات، الله يرحمه، شو بدنا نعمل له؟ وشغله تانية، اذا كنت انت خايف من هالقصه، يا روحي يا قلبي بتحمل حالك وبتروح وبتجيب لك خنجر بتشتريه وبتحطه، واذا ما بدك تشتري خنجر، اخي اذا حدا سالك على الخنجر قول له ضاع ما بعرف وينه. هي السيرة كلها، لا تعمل لي اياها قصة، خلاص ضبوا لسانك، فتح مخك، روح امشي قدامي. شو بقى؟ مسيك مختار، مسيك. ليش هو الخنجرات؟ هذا لقيته ببيتي لواحد من هالزعران اللي اعتدوا على مرتي بالظاهر. ايوه، وشلون بدنا نعرف مين صاحبه؟ والله يا مختار هي شغلتك مو شغلتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جيت لعندك مختار لأعرف شو صار بالقصة. والله لسه ما صار معنا شيء. الجابر، لا هذا الخنجر عنده بالبيت. شوفوا إذا كنت بتعرفه أو إذا كنت شايفه مع حدا بالحارة. هذا الخنجر. خنجر لحمدي. شو؟ انت متأكد للحكي يا سعيد؟ معلوم مختار، انا كنت عم بيع الخناجر لما اجى حمدي لعنده وناقش كلمة ديب. والله انا خلص عليه لهالواطي. طول بالك، الله يرضى عليك، اتركني انا حل القصة. ساعدو وين مختار؟ بتروح بتنادي لنزير وحمدي على حالك. قوام امرك مختار، عادوا لشوف الفوز. خليني انا اتصرف. لك عمي اتركني، قلت لك الله يرضى عليك. انا بعرف دبار من عندي هدول الجوز. اوت اللهم لا اسالك رد القضاء وانما اسالك اللطف فيه. يا الله، شو هذا الخجر اللي وردته على ابوك يا حمدي؟ لا يا مختار، هذا الخنجر ما بعرفه. لكان هذا الخنجر لمين؟ وشو بيعرفنا احنا لمين مختار؟ شو بيعرفنا؟ يا اخي بأدب ولا؟ قصدي مختار يعني ولا كلمة. انت حافر كلمة الديب على هذا الخنجر. هذا الاسم اللي كان بده يسميك يا ابوك لو ما تدخل جدك ومنعه. الله وكيلك، هذا الخنجر مو إلي يا مختار. سأل نزيه. مزبوط مختار، ليكون هذا الخنجر لواحد اسمه دي. اسمعتوا يا اولاد، انتوا الدين ما راح صدقكم. بدكم تحكوا شو عملتوا مع الحرمة المستورة، والا قسما بالله مسلمكم للكركون وهنيك فيكم تعترفوا غصب عنكم. لا حول ولا قوة الا بالله على القصة، شو بدك تلبسنا اياها مختار؟ يعني عم بقول لك مو نحن. بس
سعدو امرك مختار جيب الكركول روق سعدو اذا اعطيتني الامان بحكي يا مختار لك حمدي فاس اعطيتك الامان احكي لشوف نحن اللي اعتدينا على الحرمه يا مختار الله لا يعطيك ولا شوف فكر حالك انت وياه شوف فكر حالك انت وياه خلص لا ليش عم تقول عم بلا ها عم ناخذ بيتنا من بيت المخللاتي دار شو عم تحكي عنه انت وياه انو دار اذا بنعت ابوك اعتدى على عمتنا ابي ما بيعمل هي العمله بلا انت وياه لا اعملها سيدي لا سيدي مو مزبوط وعم عزيز وبنام بعيوننا هي شفنا بعيوننا جدي الله يرحمه حبس عمتي وترك بناتي حتى ماتي وقتها قررنا انه ناخذ بيتارنا من جابر لانه جابر وحيد ابوه واعتدينا على حرمته لك والله لا اطلع بروح قول والله لا اطلع بروح قول خلص طبعا لك خليني في شهري في يوم اختار اسمعوا اولاد ويا انتم بعملتكم الوسخه هي ما فرقتوا عن ابو جابر بنوب احنا اخذنا بيتارنا اخذنا بيتارنا مختار راس انتم ظلمتوا حرمه بريئه مو قلت لكم كنت تحاسبوا لابو جابر انتوا بتعرفوا مين رح يحاسبكم هلا على عملتكم هي ابو جابر راح رحمة ربه والله بيحاسبه بس هلا انتوا الكركول بده يحاسبكم روحوا دور اوضه هيك شوف خذوا على الاوضه عمرك مختار حرك على مهلك بايدك وانت حالي ماشي تعال شوف ايه مختار قدر ارتاحوا وقعدوا عاوزكم كلمتين روح جيب الكركول هون وسال مختار لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على الشغلة اسمعني يا جابر حرمتك انظلمت وما لها ذنب ابدا باللي صار بتروح بتجيبها وبتجبر بخاطر الله يرضى عليك خليه بيطلع من البيت كيف؟ شو بيعرفني؟ روحي نقبري دبر راسه وحاجة قاعد لي بالبيت مثل قفة الهم أنا بدي أخذ راحتي ببيتي ولك وطي صوتك؟ ما رح وطي صوتي وخلي كل العالم تسمع خلي بقى يتنازل لك عن البيت حاج هذا زلم قليل ذوق طيب ما بصير اللي بدك يا هات لشوف وهي ورقة التنازل سيدنا ايوه اتنازل عن كل املاكي ومالكاناتي بما فيهم منزلي وبستاني ودكاني لابني صبري بدي صدقه عند كاتب العدل بدي كل شيء نظامي وقانوني مشان تتصرف بكل شيء مثل ما بدك الله وكيلك يا سيدي لا بيع ولا شروي لحتى تتصرف في هالأملاك على كيفك لازم تتثبت عن كاتب العدل وهذا الشيء صعب كثير سيدي انت زبطها وشو بدك انا جاهز صعب تزبط القاضي بده شهود على هذا الكلام هذا اذا ما كان بده ابوك شخصيا لا شو ابي ابي مستحيل يجي ما بتتدبر على كل حال انت شف لهم بيت شغل دروشان الجماعه مساكين وحالتهم على قدها طيب يا مختار بكي قصروا بالاجار اخر الشهر بتاخذ الاجار مني ايش كان هيك انت بتمون على هالرقبه يا عقيد على راسي والله السلام عليكم يا رجال عليكم السلام عليك صبري تفضل هو تفضل الله يخليك يا مختار رحت لعندك على الدكان ما لقيتك قلت اكيد رح لاقيك عند المختار خير شو في بدي شي غرفه ومنتفعاتها للاجار ايه في بس لمين
إلي بدي اياهم كام يوم. لك شو بنا ابو صبري؟ عندك بيت سياح نياح لشو بيت الاجار؟ والله بدي استاجره كام يوم انا إلي. خير ابو صبري في شيء؟ بعدين بخبرك يا مختار. شو رح تشوف لي اياه ولا قوم روح شوف دلال غيرك؟ لا 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 شو تشوف دلال غيري؟ هلا بنروح بنشوفه على الحاره. يلا يلا يا رب. ارجع نكسبك على كاسة شاي ابو صبري. منتشرف يا مختار منتشرف. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. عن جد غريب. واحد عنده بيت بهالكبر وما عنده غير ابن واحد بس. ليش بده يستأجر؟ أكيد في إنا. يعني ما قلت لي يطول الموضوع سيدنا؟ 10 أيام. 10 أيام بتكون كل هاي الأملاك عندك وباسمك. طيب وقديش بتكلف؟ إيه 5 ذهبات مقدور عليها. حبيتك صبري حبيتك. قربت كتير. 500 ذهبة. إيه بس والله 500 ذهبة كتير سيدي. شو هالحكي؟ بدك كل هاي الأملاك تصير باسمك مستكتر علينا 500 ذهبة؟ والله ما معي 500 ذهبة. معناتها تفضل خذ هالورقة بلا واشرب ميتها. طيب طول بالك سيدي دبر لك اياها. شلون بدك تدبر لي اياهم؟ بكرة 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 بيكون عندي 200 ذهبة مقدمين. مفهوم؟ 200 ذهبة وإذا ما قدرت تجيبه روح للعملون. أمرك سيدي مني لبكرة بس. سلام عليكم. استكتر علينا 500 ذهبة وهي بساتين وبيوت ودكاكين ومكانة. إيه؟ والنعم من هالترباية يا أبو صبري. وهي شو يا ابو صفوان؟ لك هاي اوضه ابو صبري تعال لك هذا البيت مفصل لك تفصيل مو ناقصه شيء الله وكيلك. طيب اتكلنا على الله. وين عمل اتكال؟ اذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي. الله معك. يا حسرتي عليك يا حسرتي عليك يا ابو صبري يا حسرتي عليك يا ابو صبري. هيك اخرتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخ 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 الله يسامحك يا ابني. إيه وما تدبر له 200 ذهبة لليوزباشي وتفرغ أملاك أبوك باسمك؟ من وين تدبر له 200 ذهبة؟ شو من وين؟ من مصاري أبوك الكحتة. لك مو قلتي إنك دورت عليهم كل البيت وما لقيتيهم؟ إيه بعت له حمى إن شاء الله، ما كنت أعرف وين مخبيهم، قلبت البيت فوقاني تحتاني. إن شاء الله بقبره. أنت لازم تعرف منه أبوك ما بيجي غير بالرص والدعس. شفت شلون لما هددته رضي يتنازل لك عن البيت؟ هو هيك. لازم أعرف وين مخبي هالذهبات. إيه أبو صبري هات لشوف شو قصتك. آخ يا مختار آخ خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. شو بلا ابو صبري؟ كانك حامل هموم الدنيا فوق راسها. ابو صبري ايش كان بدك حكيم قل لي ها؟ اخ اخ الوجع مو بالجسم، الوجع هون بالقلب يا مختار بالقلب. احكي يا ابو صبري احكي. احكي وفضفض عن حالك بكي بيرتاح قلبك. يا عقيل ابني ابني وحيدي عم يستعجل موتي هو ومرته. وبده يعني اتنازل له عن كل املاكي وانا طيب. ابنك هيك بده؟ ايه يا مختار بحياته حدا زعل مني انا بالحرب؟ لا الشهاده لله الكل بيحبك وبيحترمك بالحاره. لاني انا مرضي لامي وابي. ما بعرف هذا الولد لمين طالع، والله ما بعرف عم يعجزني. معلش ابو صبري ابنك لساته صغير وطايش. لساته صغير وطايش؟ عنده 5 اولاد. لك ولد بيسحب السكين بوشه. شو بده يكون هاد؟ شو بده يكون يا عقيل؟ يا لطيف عم يسحب السكين بوشك؟
ايه عقيد ايه، اكيد في مين عم يلعب له باعلاته. الله يهديه احسن شيء. لك يا مختار والله انا ما بدي موت وكون غضبان عليه. شو هالحكي هاد؟ روح عقيد، انا رح ابعت ورا ابنه خليه يجي يرجع ابوه على البيت ويستسمح منه. وانا هيك بشوف مختار، وش كان ما فهم انا بدي فهمه. لا عقيد دخيلكم، انا ما بدي اشوفه ولا يشوفني. يلا السلام عليكم. عبدو يا عبدو، تعرف شو اسمه هذا معرفة رجال؟ هذا اسمه قلة عصل. روح عقيد، لك شلون بترضاها على حالك ابوك يطلع من بيته ويستاجر بيت؟ الله وكيلك يا مختار، طلع لي حاله. الله وكيلك يا عقيد، هيك لحاله فتح الباب ومشي. طيب هلا براسي بروح بمس ايده وبرجعه على البيت، وينه هلا؟ بيت ابو صفوان اخر صقاق. عن اسمكم صبري، حط ببالك شغله، هذا ابوك اللي خلفك واهم شيء بالدنيا رضاه. امرك. اسمع، بترجع لعندي وبتقول لي شو صار معك. امرك. دربي. سلام عليك. هدي يا عقيد. اوه اختار. شو اللي جابك لعندي لهون؟ بدك تبهدلني قدام اهل الحاره؟ لك انا عم بهدلك؟ لك انا عم بهدل حالي؟ مو مرجع على البيت وحاج بهدل قدام اهل الحاره. ما في داعي ارجع على البيت بعد ما تنزلت لك عنه. وين حاطط المصاري والذهبات؟ شو بدك بالمصاري والذهبات؟ هي تركت لك الدكان، روح اصرف منها على كيفك. هلا اتركني من الدكان، المصاري والذهبات وين؟ نكدت البيت عليهم وما لقيتهم. هدول المصاري والذهبات مو إلك. ولك لمين؟ ولك انا ابنك الوحيد، انا اللي بدي ارتك. ايه ما دام انت ابني الوحيد، استنى علي. لك ابني استنى علي، انا يا مصبح يا مسي، ولا انت استعجلت مثل مرتك على موتي يعني؟ لك حاجه تجيب سيره مرتي، اصلا من وقت ما تجوزتها وانت ما بتحبها. روح روح، الله يرضى عليك، روح اكسب رضاها لانه الا رضى عليك. روح. يعني ما رح تقلي وين المصاري؟ لا ما رح اقول لك. بسيطه، انا رح اعرف وين المصاري. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه صبري، شو صار معك؟ أبي ما رضي يرجع على البيت يا مختار. ها، من شان هيك أنت زعلان؟ مو أحسن ما يستأجر بيت عند العالم؟ أنو بيت هذا اللي قصدك عليه لك صبري؟ ولو عقيد بيت أبي. قصدك اللي تنازل لك عنه؟ والله ما تنازلني عن شيء، والله لساته كل شيء باسمه. والورقة اللي بصمته عليها والسكينة على رقبته. شلون؟ يا عيب الشوم عليك، مو عيب عليك تربع السكين بوش ابوك؟ ابيك كذاب عقيد. انت كذاب، ابوك ازعم منك يا واطي. يلي بيرفع صوته بوش ابوه بيكون واطي وستين واطي، شلون هي بيرفع سكين؟ والله ما عملت شيء يا عقيد. بلا سحب السكين، بس ما رح تاخذ شيء لا هلا ولا بعدين منه. شلون يعني يا مختار ما رح اخذ شيء منه؟ مثل ما قال لك المختار، احمل حالك وروح لعند ابوك هلا اعتذر منه. ابوك زلمه كبير وعلى حافه قبره. ايه بس اولتها واخرتها يا عقيد، كل شيء بده يتركه ابي لالي. لا تستعجل على رزقك، تاكله بالحلال احسن ما تاكله بالحرام انت واولادك. اسمعوا لك صبري، احمل حالك وروح لعند ابوك هلا، طخي بسلو ايده وطخي بسلو رجله، بوش رجله وحطه على راسه. سمعان؟ امرك عقيد. سلام عليكم. العمى، شو هالولد هاد؟ في واحد بيقول عن ابوه كذاب؟ الله يصلحه ويهديه. هدي عقيد، تفضل تفضل. لك ليش فضحتني قدام العقيد والمختار؟ ليش؟ لك انا ما فضحتك، لك انا فشت لك خلي، لك انت بعدين مو غربة، لك مو غربة. كنت ناوي اخذك على البيت بس طالما هيك رح اخليك ملحوشون. لك روح روح، تنسى الله يسلمك. إذا بتقلي وين الذهبات
رح رجع لك كل شيء كتبت لي اياه وعلى دوز بارخ. يعني ما رح تحكيها بصبري. لك روح، روح بعد ما تكلمت وصرف على كيفك، روح روح. تعالي رح بيعهم ورح اصرفهم ورح انحشك هون. خليك ميبس راسك، خليك ميبس راسك يا ابو صبري. يا رب يا رب. بس هو رجع لعندك مشان يستسمحك ويكسب رضاك. هلا هو هيك قالكم؟ انا كمشت وفهمته، يجي لعندك ياخذ رضاك. بتعرف يا عقيد اجا بس ليشلحني المصاري. انت شو عم تقول ابو صبري؟ الله وكيلكم، كلمه سامحني يا بي ما سمعتها من تمه. العمى شو هالولد هاد، مع اني فهمته يجي لعندك خص نص مشان يكسب رضاك. ما بيقدر يكسب رضاي ولا يسامحني ولا سامحه الا اذا اخذ اذن من مرته. تصور يا عقيد. شي والله ما بفهم عليك ابو صبري. اخ يا مختار اخ، بتعرف ابني ما بيسترجي ياخذني على بيته لحتى ياخذ اذن مرته. انا الحق علي، انا اللي بصمت لهم على التنازل عن البيت. انا تنازلت عن البيت من هون وهن قلعوني من البيت من هون. يا باطل على هيك رجال، يا باطل يا حيف على الاولاد اللي بتبيع ابهاتها مشان نسوان. اي والله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. والله تعيد فيه وما اروي وين مخبي هالذهبات. ايه شو عليه؟ وبالناقص منه ومن ذهباته. انا بعطيك اياهم. عم تحكي جد صبا؟ وجد الجد كمان، بس الي عندك طلب صغير. ايه وشو هو؟ انك تنقل الاملاك من اسمك لاسمي. شلون؟ مثل ما عم اقول لك حبيبي، يعني شو الفرق بيناتنا؟ مو كله لالنا ولاولادنا. بقى شو قلت صبورتي؟ حبيبي مو انا وانت واحد؟ ما بدها تصفني. امرت امرت. ان شاء الله بيقبرني ابن عمي. أبو صبري. نعم. بدي أسألك سؤال، هلأ أنت جوزته لابنك ولا مرتك؟ أنا والله يا مختار، أنا الحق علي، جوزته بنت واحد لا جربته منيح ولا عرفته. لا يا أبو صبري لا، كنا أنا والمختار عم نقول إنه مستحيل أبو صبري يجوز بنته لابن واحد ما بيعرف عنه شيء. الله وكيلكم، كان أبوها يجي لعندي عالدكان من تم ساكت وباينتو آدمي هالزلمة، وصار بيناتنا خلطة ودريت إنه عنده بنت خرج جواز وصار النصيب. كله اسمه ونصيب. الله يخلصه من هالمرأة، طلعت بنت حرام ومشيته على كيفها يا عقيد. الله يصلحك على هالعملة يا أبو صبري، الله يصلحك. شو بدي أعمل يا عقيد؟ أنا الحق علي، كنت لازم أسأل عن أمها، لأنه مثل ما بيقول المثل، طبوا الكوز وقلبوه بيطلع الصبي لأبوه، وطبوا القدرة على تمة البنت بتطلع لأمها. كان لازم تسأل يا أبو صبري. الحق معك يا مختار، الحق معك. وصرت دق على الباب وما حدا رد علي. ليكون رجع على بيته. لا لا ما رجع، لأنه رحت لعند ابنه على الدكان وقال لي ما رجع على البيت. معناها يا رجال خلينا نروح نشوفه، ابصر شو صاير معه. اي والله يا مختار. تفضل مختار. يا الله. تفضل عكيد. شرف. تفضل. لا والله. الله حياك. لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمك يا ابو صبري. اشد مقهور ومتت مقهور. الله يعوضك بالجنة بجاه سيدنا محمد. الله يرحمه. شو لازم نتصرف مختار؟ روح شوف المغسل خليه يجي غسله ويكفنه، وناخده على الجامع ونصلي عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. صار صار مختار صار. امشي معي امشي، خلينا نروح سوا. يلا اتفقنا. وراح جيب اختي وصهري يعيشوا معنا هون بالبيت. قلعتي ابي مرحوم من البيت شارجي بيري صهرك يعيش فيه؟ اول شيء ما تعلي صوتك.
تعني شي شو نسيت انه هذا البيت الي مو الك؟ ولك كيف لك صباح كيف؟ يعني عجبك تعيش معي مثل ما انا بدي؟ يا اهلا وسهلا. ما عجبك؟ ليك والباب بفوت جمل. هيك لك والدكان من هلا ورايح رح يستلمه اخي. وشو دخل الدكان؟ شو دخل الدكان؟ بصراحة لأني خايفة على رزقي. عم تخافي من جوزك يا صباح؟ حبيبي اللي بيغدر بأبوه مو صعب عليه أبدا يغدر فيني. شو هاد أبي؟ مو هاد اللي كنتك تضرب أبوك فيه؟ الله يرحمك يا أبي. صرمتها.